لي ما فهمش اي مرضوني هذا شيء. ابتسام وي كتسمعيني؟ كنسمعك وكنشوفك. خوشي كتسمعونا كتشوفونا بجوج. هاتي هنا دابا انا طالع عندي هنا وانا ما طالعاش. هاي صافي طلعت. باقي عنده هذاك ديال كان بان حول. ها لك سعدات الناس اللي ما دارش ليهم الميساجور اليوم باقي عندهم القديم. غير دار ليش غير مرضوني هذا نهار. انا كنسمعك وكنشوف. ما عرفت دابا عرفت ولكن ما عرفتش شنو علاش تحطوا عند لي كومونتير. واحد لينا بقى طالعك الدور تما. شنو هي؟ لينا بقى طالعك الدور دابا تما ما طولش ثلاث فترة طلع على والو. مشكلة خوتي دابا غنبغي نشوف لي كومونتير ديالكم وداك الشيء. مشكلة غنبقى المهم انا نشوف من هنايا يعني. يلاه قالت لك ترى هي كتشوفنا ولكن لي كومونتير مبلوكيين عندها. شكون هي؟ راديه. عرفت انا مبلوكين عندي دابا كنشوف كومونتيرات غير من هنا وداك الشيء. يلا مو خوشي نتوما صافي عليكم كلشي مزيان صافي رمضان الحمد ان شاء لله. الله ثلاث. ياك رمضان ثلاث. نتوما صايمين ثلاث حنا صايمين غدا ان شاء الله الا كتاب. كيفاش حنا صايمين ثلاث نتوما غدا؟ احنا صايمين غدا. شكون نتوما؟ احنا هنا في اوروبا. مالك واش لقاو لك سلوكه ولا مالك؟ ماش مديش عليا. واش لقاو لك سلوكه؟ ها؟ واش لقاو لك سلوكه؟ ملاقي شحال هادي؟ مالك اخويا تخلطي معايا؟ تخلطي مع شي واحد ساك تشوف داخله من البلاد راه طالعه معاك ولا شنو؟ شو الشيء ما فهمتك الشيء من البارح وانت باغا الدار باغا تغاوتي مالك؟ وينيني فيك بخنت. اشوف قلت لك دابا اللايف تندخل معاك الواتساب ونقول لك واحد الحاجه. راه قلت لك البارح. قلت لك البارح ما سمعتكش. قلت لك تندخل الواتساب وغير نقول لك راه البارح فاش قلت لك فاش كنتي مع شعيب كنتو كدير البوماده وداك الشيء. راه قلت لك واحد اللعيبه. قولي اسم البوماده يصاحبوها شي حاجه. قولي اسم البوماده. هو حق الله راه بنادم كتقولي بوماده يصاحبنا ما عرفتش شنو كندير. راه دير الحبوب اخوتي. طيب باغي نضارب معاك. انا ما كرهتش كنا بطل البلاد الجهه نضارب معاك. وانا باغي نلعب معاك دابا. يلا لعب. يلا سير لعب دابا. مشكله الصارج ما بقاش ليا في التليفون وشاد التليفون. عندك تبان ديري شي واحد اخر ديش تقول الصارج ولا ما وحق الله الا تشوف. ها هو الصارج. ها ما عنديش فين نحطه. وها شوف اللي راه عندي. يلا لعب. راه واقفه في البوطاجي ولعبه معاك المسخوط. يلا لعب خوتي. الناس اللي كيزاف الكادواج باقي نبارطاجيو شي بارطاجيو. يلا سير. مال والو اخو اشرف حسين. واخا نطلعك اخشي هودا راه خصني نطلع خصهم يطلعوا لي هنايا. مايا انا نطلعك. اميمه ما مشكل تطلعوا شي هنايا. سير الفوق لعبه معايا انت دابا. لا حسين مالك مالك هاد العشية عافاك المجبول بعد شي لعبي جات تدوز واتساب بك شي حاجة تاع هاد العشية. والله ما بيا حاجة. ما راكش نورمال. واش راك عامل براسك ولا ماكش عامل براسك؟ لا ووقفي. اش كديري؟ فوق
تحت. اجي بعدا البارح قلت لك واحد الحاجه ديرها وما درتيهاش. ها قول شنايا؟ يقدمت معك في واتساب اش قلت لك فاش كنتي خارج تو شعيب اش قلت لك دير. قسما بالله والله ايش نسيتك. يلا اليوم نديرو اش نحكم عليك دابا زعما راك عيان راك مريض بلا ما نحكم عليك. اه ماشي يا الحشومة زعما مسكين. حسين ايش تجي وين وهيلا يلا سالي واش طالع لك الدم حسين؟ اه طالع لي الدم بزاف انا مش حكميش عليا شي حاجه صعيبه. علاش طالع لك الدم؟ يلا قول لي علاش طالع لك الدم ما نحكمش عليك. على والو ممكن يكون طالع لك الدم على والو. شلون على الكادو وعلى والو عمرني شي واحد طالع لي الدم على والو. ما طالعش لي الدم. هي نحكم عليك. هو طالع لي الدم انا ما علاش طالع لك الدم؟ طالع لي الدم علاش؟ هكاك ما عرفتش بوحدي انا مره كنت خربقه بوحدي. وانا غنقادك. اوه خويا طلقوا لي لي كومونتير طلقوا لي كل شيء صافي 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 الحمد لله ما طلقوا لي لي كومونتير. يلا قول دابا غندي دابا ملي طلقوا لي كومونتير داك الشيء مزيان صافي خويا دابا كنقرا لي كومونتير دابا ما نكمل مع خويا نطلعكم كاملين. دابا تقاديتي صافي مابقاش طالع لك الدم. واو صافي مابقاش طالع لك الدم ياك. هو طالع لي الدم دابا دابا قلت لي غنوريك ودابا ولا وتي دابا حكمي سهلي محشومة. شوفي شوفي الناس بتغلطوا شوفي ياسمين سهلي محشومة سيلينا سلمان لينا طلعت من عندك عند سلمان عندي حسين درويش. شوف اول حاجة هذاك الشعر باغاه باغاه يتقطع بعدا انا داك الشعر وبغيتو هنا يبان لك تقريعة هنا تبان لك تقريعة. ثاني حاجة وقف اوقف اوقف مهرس من سبعان ياك هذيك الجاكيطة مالها بغيتك تشد المقص تدوزو فيها كلها والله حتى كيلبس الواليد ناري ناري ما شغليش انا ما شغليش ما شغليش ولا وما شغليش انا قلت لك ثالث حكمه ثالث حكمه ما شغليش انا حكمت ما شغليش ثالث حكمه غدير واحد شويه ديال الماء قدنا هكا ياك وغدير فيه معلقه كبيره ديال البزار ومعلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال الملحه وغتاكلهم غتشربهم سهلت عليه اليوم الاخوان راه ما درتش ليه شي حاجه صعيبه ما بقيتش راه اليوم راه سهلت اليوم راه سهلت عليه اليوم راه ما صعبش صعبش عليه راه مداري كان صعب عليه دابا انا واش ما بقيتش فيك لينا قالت لك طلعها ضحى قالت لك طلعها ياسمين قالت لك طلعها صافي نطلعهم صافي بلا ما تحكم عليا صافي لا لا قلت لي حكمتي يلا دغيا خليني ندير عشايا اش بغات ديري ندير عشاء الراجلي وسيري حشومة راجلك مسكين ما درتيش لي عشاء هو ناري سيري ودير لي الحكمة انا بايتة معاك اليوم هنا